هاد الحفله سيدي حفل ديال الكتاب اللي هو الفومو لحسن بوجدي بالنسبه لواحد النضال ديال 48 سنه ديال النقابه الوطنيه للتجار المهنيين ديال المدينه المحمديه وعلى الصعيد الوطني. وكنا هذا الكتاب هذا كيهضر على البقال والتاجر الصغير والكبير والمهني كيفاش كيعيش مع السكان ومع الحياه ديال السكينه، انه مول الحانوت هو السكينه والسكينه هي مول الحانوت. وهذا الكتاب هذا جمع واحد الوجوه اللي هما المناضلين القدماء راكم شفتوهم اللي هما العدد ديال السنين وما كيناضلوا، وكنشكرهم في الحضور ديالهم وكنشكر الصحافه ديالكم ديال المدينه المحمديه في الحضور ديالكم في هذه التغطيه الاعلاميه. وبالنسبه للنقابه ديال المكتب ديال المدينه المحمديه كنشكر الاخوان في المكتب كاملين، حنا تقريبا في المكتب ديال النقابه راه فيه تقريبا واحد 16 عضو، منهم الرئيس هو السي حسن الرعي وعبد الربي كتيب فرع المواد الغذائيه، وكاين بعض الاخوان كل فرع. وكنشكر الجمعيات، ما ننساش الجمعيات ديال المدينه المحمديه اللي حاضرين اليوم كاملين اللي هو في السوق البلدي، السوق البلدي ديال المدينه المحمديه، كنشكرهم بزاف ولا تكرموني كرم لهم واحد التكريم اللي هو مشرف. وكنشكركم حتى نتوما على التغطيه ديالكم الاعلاميه لهذا اللقاء هذا اللي تيبقى متورخ، وهذا الكتاب هذا كيبقى متورخ الاجيال اللي جايه باش يستافدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام وشكرا على بارك الله فيك. الحمد لله هذا النهار كبير هذا اليوم، يعني في هذا اللقاء اللي داروه التجار بمدينه المحمديه بمناسبه ذكرى تاسيس النقابه الوطنيه في 40 سنه. واليوم يعني فرحانين، احنا اصلا احنا واخا انا صحفي في الجسم الصحفي ولكن اصلي بقال، الوالد ديالي عنده محل وانا حتى انا كنمارس التجاره، والحمد لله هذا النهار كبير. وكنفرحوا ملي كنلقاو بحال هاد الناس كيتفكروا هاد الرموز هادو اللي عطاو الكثير من الستينات من السبعينات، يعني من عهد الحمايه حتى الاستعمار من بعد الاستقلال الى يومنا هذا. كنقول لهم هنيئا لكم وكنتمنوا لهم التوفيق، وكنتمنوا التوفيق والمسار الكبير للمول جميع المغاربه في المكان والطاقم الصحفي ديال محمديه بريس. تبارك الله على السي خالد. عليكم السلام ورحمه الله. بعدا اولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفنا لا حنا ولا انتم كاعلاميين، الحمد لله اللقاء داز ممتاز، حاضرين في واحد العدد ديال الاطور، الحمد لله حاضرين في واحد العدد ديال التجار بمناسبه لهذا الاجتماع هذا لهذا اللقاء في هذا المنبر هذا. كنجد الشكر الجزيل للاخ صديق مولاي الحسن بوجدي اللي دار هذه المبادره هذه، وكنشكر الاخوان في المكتب النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين على المجهودات ديالهم حتى نجح هذا اللقاء. تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله شفنا فيه واحد العدد ديال الاطور بدون ديك الاسماء، حبيت نقول لا اسماء، نقول شي وحدين ونخلي شي وحدين لا. إذا الحمد لله المسائل دازت بخير وعلى خير، هذا من فضل الله ولله الحمد ولله الشكر. مرة أخرى كنشكر المكتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ديما اللي كدير جميع المجهودات ديالها، وكنشكر جميع الأعضاء اللي معنا في المكتب، جميع المنخرطين، جميع الناس اللي تيدعمونا، وديما الناس اللي معنا. نطلبوا الله تبارك وتعالى قبل الأعمال يديرهم في الميزان المقبول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جامع أيت الحوس التاجير بمدينة محمدية. شكرا. السلام عليكم. ايوا اليوم كنحضروا في هذا الحفل البهيج احتفاء اولا بذكرى ديال المرور 46 سنه على تاسيس النقابه الوطنيه للتجار المهنيين، احتفاء كذلك بالتزامن مع هذه الذكرى باصدار مولاي الحسن بجدي اللي هو حانوت ومهن الحومة، واللي هو ربما كنعتبره أول إصدار اللي تناول بعمق قضايا ديال شريحة تجار والمهنيين وخاصة تجار المواد الغذائية. وهذا الإصدار بطبيعة الحال كنعتبره أنا إضافة قيمة للخزانة الوطنية باعتبار أنه يحتوي على مجموعة من المعلومات والقيمة والشهادات ديال مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكنتمنى
كنهني مولاي الحسن على هذا الإصدار، وكنتمنى ليه مزيدا من الإصدارات لأنه مازال في جعبته ما يعطي. وشكرا لمحمد يا عريس. سلام. شحال تقول لنا بداية المناسبة؟ الحمد لله تنشكروا هذا الحفل هذا اللي تقام اليوم بمناسبه ديال الاصدار الكتاب ديال الحاج بجدي المناضل المعروف عندنا في النقابه الوطنيه ديال التجار المهنيين في مدينه المحمديه، من المؤسسين السيد اللي تعتبر رمز ديال المدينه في النضال والوقوف مع التاجر في مدينه المحمديه. من طبيعه الحال الحاج بجدي اللي عايشوه والدينا، والحمد لله احنا جينا حتى حنا تنستافدوا منهم ونستافدوا من هاد الناس بحال هادو اللي هما رموز ديال المدينه. تنشكروا هاد الناس اللي صاروا على هاد الحفل هذا، الحفل الحمد لله اللي شاف الحضور الكبير ديال عده مناضلين اللي جاوا من جميع انحاء المملكه الحمد لله. وتنشكروا كذلك السي حسن الراعي على الشرف باش عطانا واحد الجائزه اللي شرفوا بها الجمعيه ديالنا اللي تنمثلوا في التجار ديال قصاريس من السيد مالي، اللي هي هادي كيف تشوفوا واحد التكريم اللي هو الحمد لله اللي عنده واحد القيمه واحد اللي تفكروا بها الجمعيه ديالنا الحمد لله. وان شاء الله شكرا. المهم شكرا للسي حسن، والحمد لله هذا الحفل هذا اللي تبارك الله كيف شفتوا، يعني كيف تتشوف الحضور ديال الناس تبارك الله، كيفاش يعني واحد الحضور كبير ديال المهنيين وديال التجار من مدينه المحمديه كيف قلنا، ومن الخارج مدينه المحمديه. شكرا وشكرا للجميع.